شفتوا لي ابو سلطان احنا بنحط عليه صوره حركات يعني انه هو عرفان هاي يسمونها ثقه يعني لا مو الحركات هاي شي ها ماسك القلم زين شايف الحلقه انك مروق اليوم يا ابو كرم مروق الساعه 7 الصبح لا حدا يحكي معي في 7 الصبح في 7 الصبح رايح على الشارع الساعه 8 لا 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 بالعكس بالعكس كل يوم قم 7 الصبح رايح على الشارع نعم الظاهر ان الشارقة وجه خير عليك اي والله وجه نعم. الشارقة وجه خير عليك كل يوم روح بالشارقة للشارقة حتى يوم الجمعة روح صلي الجمعة هناك يوم مروق وتكلم عن المخرج وبنته نعم. وعن السرعة مروق مروق بس بيقولوا لك روح على صلاة الجمعة طيب. وخذ معك السجادة تبعك أحسن خذها معك مو هيك طلعوا اليوم قرار ليش عشان كورونا هلا خذها معك السجادة هلا بدون خذها معك انت اريح لك خلينا نروح لفاصل ابد ماني باخذها كودي ما كودي ما موت إلا في المسجد موتة طيبة بعد كلام يا أخي قال لك أعقل وتوكل الله يرضى عليك يعني لا ترمي نفسك بالخور روح أخذ السجادة لا ما يخالف لا 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 أخي لا تأخذ معك شيء لا تأخذ معك شيء روح لا ما عمري أخذت الحمد لله وبوس باللي بدك إياه هنيك بوس وسلم بوس وسلم ما عمري أخذت إلا المسواك ما عمري إلا أخذت إلا المسواك ولله الحمد إيماني بالله قوي وإذا مت في المسجد زين احسن من اموت في حادث ولا على مسرح ولا على مكان كل الاحوال انت يعني بدك 14 يوم اول شيء تعاني بعدين بدك تنصاب مش دغري حتموت بالمسجد يعني مش لا مش لا جلطه لا هي بعضهم لا لا بعضهم محيفره في وقتها شو اللي محيفره انت الثاني طبيب انت محيفره كورونا هذا مش تتصاب فيها تموت بعد نص دقيقه بلا ما نحكي ممنوع الحكي بكورونا خلينا نروح لفاصل الاعلان احكي بالتحكي شوف بالصين بالصين يا اخي الصين يطيح في الشارع بالصين يطيح يستاهل حتى يفتح موضوع معاه يلا طيب خلينا نروح لفاصل من الاعلان